لماذا يستمر اعتقال ناشطين وعسكريين يمنيين في السعودية؟ ما هي المخاطر التي يتعرض لها اليمنيون في تلك السجون؟ لماذا تصمت الشرعية إزاء انتهاك حقوق مواطنيها من قبل الرياض؟ أهلا بكم. قبل أيام اعتقلت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية الممثل الكوميدي اليمني علي الحجوري الشهير بجعفر، بعد أن وجهت له اتهامات التحريض والإساءة للدين. وكانت أجهزة الأمن السعودية قد اعتقلت الناشط اليمني مروان المريسي، والذي لا يزال مصيره غامضا لأكثر من 8 أشهر، ودون إيضاح حتى لأسباب اعتقاله أو التهم الموجهة له. ومثله القيادي في مقاومة إب رشاد الحميري وغيرهم كثير. السؤال هنا، لماذا تسكت الحكومة اليمنية عن اعتقال النشطاء والقيادات العسكرية اليمنية في السعودية؟ وهل أصبح اليمنيون ضحايا نقمة الأنظمة القمعية والبوليسية لأنهم بلا دولة؟ هذه الثورة التي الآن عرفنا قيمتها والله. إن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت، هكذا يقال دائما أمام تلك اللحظة التي تطغى فيها قسوة المعتقلات على حرية الإنسان. الفنان الكوميدي علي الحجوري لا يزال معتقلا لدى السلطات السعودية في أحد سجون جيزان بتهمة التحريض والإساءة للدين اتهمه بها أحد المقيمين اليمنيين. الفنان علي الحجوري الشهير بجعفر رغم تفنيده لكل التهم التي وجهت إليه، إلا أنه تم تحويله للنيابة العامة في السعودية قبل إعادته إلى السجن مرة أخرى، ومصادر خاصة تؤكد تعرضه لمعاملة قاسية في السجن. لا تبدو التهم المنسوبة للحجوري منطقية أو مقنعة بحسب ما يراه الكثير من المراقبين، مؤكدين أن السبب الحقيقي لاعتقال الممثل الحجوري قيامه بتهنئة قطر بمناسبة فوز منتخبها الوطني ببطولة كأس آسيا مؤخراً. الحجوري حبة في مسبحة المعتقلين اليمنيين في سجون المملكة، مدنيين وعسكريين، منهم القيادي في مقاومة إب رشاد الحميري والإعلامي مروان المريسي الذي يقبع في السجون السعودية لأكثر من 8 أشهر. وترفض السلطات السعودية تقديم أي معلومات عن سبب اعتقاله أو مكانه، بالإضافة إلى 48 عسكرياً ضباطاً وجنوداً معتقلين في أحد السجون السعودية بجيزان لأكثر من 9 أشهر لرفضهم القتال للدفاع عن الحدود السعودية. فشيت المساعي والمناشدات بالإفراج عنهم كما تقول المصادر الإعلامية. لا تكترث الحكومة الشرعية والمسؤولون اليمنيون في الرياض لما يعانيه العالقون في سجون السعودية، باستثناء مذكرة واحدة لا أحد يدري جدواها أو مصيرها. النظام السعودي يفرض رقابة شديدة ضد ما ينشره الناشطون، وزادت حدة هذا الأمر عقب الخلافات الخليجية. ففي الآونة الأخيرة دأبت السعودية على رصد وملاحقة كل الأصوات التي لا تنسجم مع مزاجها العام أو تلك التي تمارس انتقادات لسياساتها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات عبر سكايب من فيينا، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. إذن كونكم منظمة حقوقية أستاذ توفيق، كيف تابعتم اعتقال الفنان اليمني علي الحجوري منذ أكثر من أسبوع من قبل السلطات السعودية؟ في حقيقة الأمر اعتقال الفنان علي الحجوري ومن قبله الإعلامي مروان المريسي هو يأتي في إطار التضييق على حرية الرأي إن جاز التعبير، أو نستطيع أن نقول لأسباب منطقية أن اليوم تصنف المملكة العربية السعودية وسوريا في أسفل غير القائمة في حرية الرأي. هذه الاعتقالات تشكل في حقيقة الأمر قلقا بالغا، لأن الاعتقالات تحت مبررات بعضها غير معروفة حتى الآن، مثلا مثل اعتقال الإعلامي مروان المريسي والذي بلغ إلى حد الآن ما يقارب 9 أشهر دون أن يتبين ما هي تهمته على وجه التحديد ولا أين معتقل
وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقه، وهل ذهب إلى المحاكمة من عدمه؟ الفنان علي الحقوري أيضا يأتي اليوم اعتقاله على ما يسمى خلفية التعدي أو إهانة الدين. في نفس الوقت تمارس المملكة العربية السعودية كدولة أو كنظام بشكل عام هذه الحرية إنجاز التعبير على نطاق واسع مع شعبها، مع انفتاحها على العالم، لكنها تحجره على اليمنيين. ولكن نستطيع أن نقول أن كل هذه الانتهاكات لها أمرين اثنين. الأول هو ما يتعلق له بعد سياسي واضح ورسائل لليمنيين المقيمين في السعودية خاصة الإعلاميين، ونحن لدينا معلومات بل ولدينا أخبار أكيدة عن ممارسة قمعية بل وتهديد لبعض الصحفيين بضرورة التوقف عن كتابة منشورات معينة وضرورة الكتابة في مسار معين، بل أن بعضهم تم تهديده بسبب لايك معين على الفيسبوك أو على التويتر إلى غير ذلك، مما يجعل اليمنيين في حقيقة الأمر يعيشون بين نارين، نار الحوثي في الداخل الذي فروا منه ونار الخارج الذي فروا إليه. والسبب الثالث أن اليوم السلطة الشرعية أو في السعودية غير عابها بمواطنيها ولا تنظر إليهم، وحقيقة اليمنيون اليوم يعيشون يتم كبير، لأنه قضية يتم الوالدين يمكن الإنسان أن يعوضه، لكن يتم الوطن وغياب الحكومة الشرعية هذه من أكثر تستطيع تقول اليتم الذي لا يمكن أن يعوض. وبالتالي اليوم بسبب صمت الحكومة الشرعية، بصمت كثير من المنظمات المجتمع الدولي، بصمت سنتحدث عن هذا الصمت أستاذ توفيق، المستفيدين بصورة أخرى جعلت السعودية تتمادى بصورة أكبر. للأسف الشديد. سنتحدث عن هذه النقطة. نحن لدينا أسماء آخرين، منهم أحمد عامر، ناس من البيضاء ما زالوا معتقلين، وأيضا لا يعلمون أهاليهم، البعض معتقل سنة كاملة لا يعلم أهاليهم أيضا أين معتقل. هذه إشكالية كبرى وتجعل كثير من اليمنيين يعيشون حالة من القلق، وأيضا إجراءات غير مبررة في ظل هذه الحرب التي تعيشها اليمن ضد ميليشيات الحوثي. نعم، إذا المصادر تقول أستاذ توفيق أنه تم ادعاء تهم كيدية من قبل المقيمين هناك، وللأسف يقال بأنهم يمنيون. أيضا تواصلنا مع رئيس الجالية اليمنية في جيزان وحدثنا أنه ذهب لتقصي الحقائق وزار الحجوري، وقال أيضا أنه يوم الثلاثاء هناك جلسة للنيابة وبناء عليها سيتقرر مصير الحجوري. هل تجد أن ما يتم في هذه القضية هو قانوني أستاذ توفيق؟ الفنان الحقيري هو ناشط، أولا أنه ناشط مدني، وثانيا ما ينشره الحقوري هي عبارة عن رأي في صفحتي على الفيسبوك، والحجة يجب أن تقارع بالحجة. لا يجوز اعتقال الناس بسبب حرية الرأي أو بسبب منشور كتب على الفيسبوك. هذه الحجج التي يتم ادعائها هي من أجل إخراس هذه الأصوات لأبعاد، كما قلنا، أبعاد سياسية واضحة. أنا أقول لا يوجد اليوم فنان أو يوجد شخص خدم القضية اليمنية ضد ميليشيات الحوثي على المستوى الفني وعلى المستوى الإعلامي كما خدمهم الحقوري في أكثر من برنامج يشاهده الملايين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن. أنا أعتقد اليوم ما يتعرض له الفنان الحقوري هو رسالة واضحة لكل الأقلام اليمنية، لكل الأصوات اليمنية التي قد تنحرف بعيدا عن سياسة المملكة إما لأهداف سياسية أو لأهداف فكرية، أن مصيرها سيكون الاعتقال والسجن، وكثير من المبررات يمكن أن نجدها بسهولة. لكن بيت القصيدة الأساسية أنه لا يجوز اعتقال الشخص بسبب رأي واضح على الفيسبوك، هذا الرأي قابل للأخذ والرد، قادر أن يقام ويرد عليه الحجة بالحجة، هذا هو الأساس. وما دامت لكن للأسف الشديد التقارير الدولية اليوم تتحدث عن أن المملكة العربية السعودية أصبحت غير قادرة على تحمل الآراء وغير قابلة على تقبل الرأي والرأي الآخر. اليوم كثير من نشطاء الرأي من أبناء المملكة نفسها، ومع ذلك هذا أمر
يخص العالم بأكمله، لكن أيضا قضايا اليمنيين بالدرجة الأساسية يجب أن تتحرك الحكومة اليمنية بدرجة وبصورة أولى. لكن ما يتعرض له الحجوري هو نفس ما تعرض له مروان المريسي. القضية نعم. قضية رائعة، لا يجوز اعتقال الشخص أو حبسه احتياطيا بسبب قضية رأي مهما كانت الرأي الذي نعم. أبداه هو هذا الشخص. إذا اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم معنا الأستاذ وليد المجمر الناشط الحقوقي من الولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور أخت آسيا، ومساء الخير لجميع المتابعين وللضيف الكريم عندكم. أهلا بك أستاذ وليد. كونك أحد أصدقاء الفنان المعتقل علي الحجوري، هل حدثتنا عن تفاصيل اعتقاله؟ حسب معلوماتي أن القضية تم تغليفها غلاف ديني فقط كحجة، لكنها في الأساس هي قضية سياسية بإيعاز من قوات الشرعية المتواجدة في السعودية للأسف، وليس مباشرة من الحكومة السعودية. يعني إذا الآن نطالب عن إفراج الأخ علي الحجوري، نطالب قواتنا الشرعية في الرياض الممثلة برموزها وقادتها الكبار بتلفون واحد يستطيعوا أن يفرجوا عن الأخ علي الحجوري، لأن في الحقيقة حسب معلوماتي التي وصلت من أول ساعة من اعتقاله هو أن الأخ علي في الفترة الأخيرة كان يكتب وينشر في الفيسبوك على انتقادات لقوات الشرعية في خذلان حجور في معركتها مع الحوثي، وكان ينتقد في تلميحات عن أن هناك تساهل وتلاعب في الأسلحة في الأشياء التي تصل دعم للقوات الشرعية، وأنهم يعني حب يتحدث أن هناك فساد كبير. فكيف يعملوا هذا الشخص، كيف يسكتوه؟ صعب أنهم يسكتوه في هذا الموقع، لأنه الحقيقة قوية ولا يستطيعون أن يغطوا الشمس بغربال. تلفقوا له هذه المادة بإعاز من بعض الأخوة العوالقة من الجنوب، بواحد عولقي من الجنوب من السلفيين المتشددين في المنطقة الجنوبية، وحضر بعض التوقيعات من مشايخ في المدينة المنورة، وعلى اساس ان هذا الرجل يصب الدين ويصب كذا، ولفقوا جهزوا له الملف وقدموه على اساس انه شخص يصب الدين. علي الحجوري من اكثر الاشخاص الذي يتوافقون ويتماشون مع رؤيه محمد بن سلمان في التحديث الجديد في المجال الديني والخطابه والفن والمسرح في اشياء كثيره. فمن المستحيل ان نصدق انهم يعني يعترضوا على ما يقدمه من انتقادات. نعم، اذا هل اعتبر هذا تفسير منك لصمت الحكومه عما يحدث؟ يعني نحن نستغرب ان يتم اعتقال فنان يمني على اراضي السعوديه ووجود الحكومه هناك ولا يتم تحريك ساكن؟ لانهم لا تحل المشكله بنفس الادوات التي اوجدتها. الذي أوجدوا المشكلة والذي أعزوا له المشكلة هذه ودبروها له هي الشرعية في الرياض بسبب انتقاده للشرعية وخذلانها. شوفي، الشرعية الآن فقدت الثقة تماما، لأنها تهيج الشعب وتهيج الناس في اليمن لمحاربة الحوثي ولمقاومة الحوثي، وعندما يبدأوا يقاومون في منطقة الحشا ومنطقة حجور وبعض المناطق تتركهم يواجهون يصارعون الموت لوحدهم بدون أي دعم. فالأخ علي قام ينتقد يعني يفتح الجرح هذا ويتكلم على الوتر الحساس هذا، فما عجبهمش الكلام فدبروا له الموضوع هذا أنه يحارب الدين. بالعكس، علي الحجوري شخص تنويري ويتكلم في حقائق كثيرة تتوافق مع النهج السعودي في هذه المرحلة. فمن المستحيل أن السعودية تعتقله، لأنه يعني يدعم وجهتهم. نعم، يعني إذا لو مثلا قام أحد بمراجعة السلطات السعودية، هل سيقولون بأن الحكومة هي من أرادت اعتقاله، أم أن ما زال الغلاف الديني هو المبرر سواء لدى السعودية أو الإعلام؟ أنا أعتقد أنه سيستمر هذا الغلاف الديني حتى يتم الإفراج عنه، وسيفرج عنه عن قريب إن شاء الله، لأنه حسب معلوماتي أنه فقط عبارة عن قرفة ودن له يعني وتربية كذا من أجل إيش يهدأ فقط، ومش هيطول اعتقاله إن شاء الله، هذا حسب معلوماتي. وأنا من هنا من هذا المنبر أطالب حكومة الشرعية بالإفراج عن الحجوري، ولا أطالب حكومة السعودية لأنها لم تعتقل الحكومة السعودية. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ وليد. ينضم معنا الأستاذ يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور، أهلا وسهلا.
إذا أستاذ يحيى، كيف تتابعون حادث اعتقال السعودية لعدد من المدنيين اليمنيين في أراضيها وآخرهم الفنان علي الحجوري؟ حقيقة هذه ليست المرة الأولى من السلطات السعودية، وقد سبق واعتقلت حتى نشطاء حقوقيين من أمثال عبد الرشيد الفقيه وزوجته رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان. وأنكرت السلطات السعودية في ردها عندما أتاها السؤال من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أن اطلعت على الرد السعودي. كانت تقول السلطات السعودية أن من اعتقلهم كانت قوات الشرعية وكانت قوات يمنية وليست قوات سعودية وليس للسعودية علاقة، بينما من اعتقل هي كانت قوات سعودية ومن أخرج عنهم هي قوات سعودية، ثم التقى بهم ضباط سعوديون بعد ذلك وتحدثوا معهم عن ظروف الاعتقال وأسباب الاعتقال. فهذا تعودناه من السلطات السعودية لأنها لم تدخل اليمن حقيقة منذ اليوم الأول في دعم الشرعية كما تقول أو دعم قوى يمنية أو تأهيل اليمنيين أو مساعدتهم للذهاب للديمقراطية وحقوق الإنسان، بل لفرض سيطرة سعودية في الداخل اليمني. وهذا ما جعل كثير من الأطياف اليمنية تصدقهم ربما في البداية، ولكنهم مؤخرا باتوا يعلمون جميعا أن الحضور السعودي في اليمن أنه لم يزيد الطين إلا بلة، وأنه زاد تفتيت اليمنيين وأنه زاد الأزمة اليمنية. نعم، لكن يعني معنا قبل قليل وما زال الأستاذ وليد المجمر وهو أحد أصدقاء علي الحجوري ولديه رؤية مختلفة، يقول بأن السلطات الشرعية هي من أوعزت باعتقال علي الحجوري كونه ينتقدها كثيرا خاصة في قضية حجور ودعمها بالأسلحة، وعلى العكس خطاب علي الحجوري الديني يتماشى كثيرا مع نهج محمد بن سلمان. هو حقيقة سواء كان من اعتقلته قوات الشرعية أو اعتقلته القوات السعودية، بات واضحا أن السلطات السعودية حاليا لا تريد لليمنيين أي استقلال، حتى من تسميهم الشرعية هي لا تعطيهم استقلال ولا تسمح لهم التصرف من عند أنفسهم، هي تملي عليهم إملاء وتتصرف في كثير من الأحيان في معزل منهم. ورأينا أيضا المنظر الغير لائق صراحة في وارسو عندما كان مشاركا وزير خارجية اليمن الى جانب نتنياهو، كان يجلس بجانبه مشاركه مع السعوديه ودول اخرى في هذا الموقف. فما نراه الان لا نرى اي استقلال للشرعيه من عن الفرض السعودي، سواء كانوا هم من مارس الاعتقال على الارض بامر السعوديه او بطلب الشرعيه، ايا كانت فهي تبادل للادوار، ولكن الامر الفصل في اليمن هي السلطات السعوديه لانها هي من يملك القصف وهي من يملك القرار. نعم، إذن ما هي مصلحة السعودية في من هذه الاعتقالات التعسفية سواء للمدنيين أو لقادة عسكريين أيضا حاربوا معها وفي صف الشرعية؟ هناك تخبط ويعني تبادل أدوار غير منتظم بين السعودية وبين القوات اليمنية الحليفة لها وبين أيضا الإمارات. تدخل الإمارات أيضا والتقاطع أو التعارض أحيانا، تقاطع وتعارض أحيانا بين المصالح السعودية والإماراتية وبين ايضا من طرف ثالث القوات اليمنيه. هذا كله جرى ويلات على الشعب اليمني وسبب هذا الاشكال في اليمن. اليمنيون حاليا حتى اولئك الذين يختلفون مع الحوثي او يناهضون الحوثي لا يعلمون من يقود مناهضه الحوثي، ولا يعلمون هل هذه القوات الشرعيه تملك امرها ام انه لابد من العوده الى السعوديه، ام ان السفير السعودي في اليمن هو من يملك الامر. السلطات السعوديه لماذا تقوم بهذه الحملات ولماذا تقوم بهذه الاعتقالات؟ هي لا تريد احد أن ينتقد السلطات السعودية ولا تريد أحد أن يكون مستقلا أيضا، ليس فقط أن ينتقد السلطات السعودية بل أيضا عندما يكون مستقل فهي لا تقبل ذلك. وأنا أقول رسالة لليمنيين أن السلطات تقوم بكل هذا الإجرام في داخل بلدها مع أبناء شعبها، معنا نحن كشعب سعودي بالتأكيد أنها لن تجر خيرا للبلدان الأخرى مهما كان، فالوثوق فيها أو المراهنة عليها أو تصديق دعايتها من السذاجة بمكان سواء كان من اليوم الأول أو حتى هذه اللحظة. ونحن نرى ما تقوم به السلطات السعودية مع الشعب السعودي من محاولة للقمع والإصمات والكبت لكل أطياف المجتمع، فهي تريد تطبيق ذلك أيضا في اليمن. نعم، إذا برأيك لما لا يوجد هناك تصعيد حقوقي دولي بحق اليمنيين أو يطالب بحقوق اليمنيين الذين يتم اعتقالهم في السعودية بين فترة أخرى؟ وللأسف أنه الضغط الدولي ليس كافيا، نحن نتمنى أن يكون الضغط الدولي كافيا على السلطات السعودية. وهنا أنتهز هذه الفرصة للتذكير بالصحفي اليمني مروان المريسي. نعم. الذي هو مختفي قسريا حاليا في السعودية، وتم مناشدة السعودية عن مروان المريسي من مجلس حقوق الإنسان
وحتى الآن لم تجد، وهو ليس وحده. فاعتقال شخص مثل مروان المريسي لم يقم بأي عمل سياسي، وليس له أي نشاط سياسي، كان صحفيا في السعودية منذ سنوات طويلة جدا وربما منذ ولادته، وهو شارك في عدد من الصحف السعودية وشارك عدد من القنوات السعودية، ثم يتم اعتقاله بهذا الشكل في هذه الأزمة. هذا التصرف غير أخلاقي من قبل السلطات السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يحيى عسيري رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وأستأذنك أستاذ وليد أيضا للعودة فقط للأستاذ توفيق لأسمع تعليقه على حديث الأستاذ يحيى عسيري. أستاذ توفيق، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ يحيى حول قيام السلطات السعودية بتجاوزات كثيرة منها اعتقال اليمنيين؟ وكما أشرت لك سابقا أن بحسب التصنيفات الدولية لحرية الرأي اليوم تأتي المملكة العربية السعودية وسوريا التي تعيش حرب طاحنة في ظل نظام ديكتاتوري على ذيل القافلة، وهذا التصنيف بني على أساس الانتهاكات والتضييق على حرية الرأي سواء كانوا للسعوديين أو غير السعوديين، إضافة إلى التقارير الدولية الواضحة التي تتحدث عن اعتقال نشطاء وناشطات سعوديات داخل سجون المملكة العربية السعودية، أضف إلى ذلك التقارير التي تتحدث عن زيادة أعداد اللاجئين المملكة العربية السعودية في دول أخرى بسبب التضييق على حرية الرأي الذي تتم. لكن أنا أريد أن أؤكد أيضا بصورة مختصرة أن الحكومة اليمنية اليوم لا تمتلك أي قرار واضح ولا تمتلك أي سلطة على السلطات السعودية. اليوم الذي يدير الملف اليمني هي اللجنة الخاصة، واللجنة الخاصة هي لجنة سعودية بقيادة آل جابر السفير السعودي الموجود في اليمن، وبيده قرار الحل وبيده قرار الرفض، بيده توقيف الحرب، بيده توقيع المفاوضات إلى غير ذلك. لذلك نحن لذلك يجب أن نكون واقعيين في الاتهامات. اليوم هنالك إشكالية في القانون السعودي الذي يقوم باعتقال بسبب حرية الرأي والذي تتكى عليه السعودية، وهذا يحتاج إلى عملية إصلاحات جدية وجذرية، وإلى حد اليوم لم تبادر المملكة العربية السعودية في إصلاح مثل هذه القوانين. الأمر الثاني أن السعودية لا تريد أن تفتح جبهات أصوات مرتفعة خاصة من اليمنيين الذين هم في الخارج. كان بإمكان المملكة العربية السعودية لو كانت جادة في حقيقة الأمر أن توجه خطاب للفنان علي الحقوري وتطلب منه مغادرة المملكة العربية السعودية، لأنه أصبح شخص غير مرغوب فيه. بكل بساطة من حق سيجب على الفنان الحقوري أن يخرج إلى خارج اليمن أو يذهب إلى دولة أخرى ليمارس حقه في التعبير عن آرائه أو انتقاده للممارسات التي تتم. لكن أن يتم اعتقاله بسبب حرية النشر أو بسبب رأيه الذي يبديه سواء بانتقاد العلماء أو بانتقاده للفساد الموجود في داخل اليمن، لتحمل المسؤولية بالدرجة الأساسية المملكة العربية السعودية. اليوم الحكومة اليمنية الموجودة في الرياض هي حكومة أشبه ما تكون بحكومة منفى إن لم تكن حكومة معتقلة فنادق، هي الأخرى يعني معتقلة بالدرجة الأساسية، ولذلك ليس لها أي سلطان وليس لها أي توجيه وليس لها أي قدرة حتى على التوسط لدى المملكة العربية السعودية بالإفراج على الفنان الحقوري. الفنان الحقوري هو ضحية الممارسات الحالية المملكة العربية السعودية. لو كانت الحكومة اليمنية قادرة على الإفراج أو التوسط لكانت أخرجت القادة العسكرية رشاد الحميري اليوم نائب رئيس الدالة الإعلامية للمقاومة في إب الذي معتقل في سجون المملكة العربية السعودية. لدينا الصحفي مروان المريسي المعتقل منذ 9 أشهر ولا نعلم ما تهمته. وبالتالي أنا أعتقد أننا سنتكشف مع الأيام أن هنالك أشخاص كثر. اليوم هنالك ممارسات تعسفية ليست متعلقة بحرية الرأي وكفى، هنالك ممارسات تعسفية بحق اليمنيين متعلقة بمعاشهم، متعلقة بأرزاقهم، متعلقة بمهنهم. كثير من اليمنيين اليوم باقوا بالمملكة العربية السعودية وهم ولدوا داخل المملكة، مما اضطرهم الآن يتركوا المملكة العربية السعودية ويذهبون إلى وطن آخر، وكانوا يعتبرون المملكة أنها وطنهم الأول وليس وطنهم الثاني. تربوا فيها، شربوا ماءها، خالطوا أهلها، ترعرعوا في ظلها، بل أنهم مستعدون أن يضحوا من أجلها بدمائهم وأموالهم من أجل أن تبقى المملكة مستقرة. لكن يتفاجؤون بين الفينة والأخرى بقرارات تعسفية ليس لها هذه أي مبرر، مرة باسم السعودة ومرة باسم أمر آخر، مما اضطر اليمنيين إلى الخروج إلى تركيا والخروج إلى إفريقيا، بل بعضهم ذهب إلى أمريكا الجنوبية. ما الذي يدفع كل هذا الأمر؟ أنا أدعو المملكة العربية السعودية إلى مراجعة سياستها تجاه اليمنيين. نحن في حالة حرب
وهي واليمنيون في خندق واحد. هذه الشروخ، نعم، ربما هذه المطالب هذه تكررت كثيرا أستاذ توفيق. نعم سأناقش معك هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أعود مرة أخرى للأستاذ وليد المجمر. أستاذ وليد، يعني برأيك لما لا يتم النشاط في إيصال قضية علي الحجوري للمنظمات الحقوقية الدولية؟ أولا المنظمة الحقوقية الدولية علشان تقوم بنشاطها الطبيعي لابد أن تكشف لها أوراق وملف والملف الحقيقي للقضية. طالما أن القضية فيها تغليف خاطئ عن جوهرها الحقيقي فمن أي منطلق يدافعون عنه؟ يعني إذا كانوا يدافعوا عنه بمسألة أنه يسب الدين أو يعارض يعني بعض الأفكار الدينية فهذا غير صحيح، لأنه لو قلبوا في جميع منشوراته وكتاباته وخطاباته في الفيسبوك لن يجدوا شيء يعارض ديننا الإسلامي أو يعارض حتى نهج المملكة الدينية أو مؤسستها الدينية، فهم يمشون في نفس الطريق. نعم، إذا يعني الضغط من هذه الناحية أنه لم يتم توجيه تهمة حقيقية أو تثبت إدانتها عليه، وبالتالي يعني رفع الصوت الحقوقي لأجله. أيوة، هي صدقني هي فقط طرفة وذن له ولمن يحاول أن ينتقد الشرعية، فيتم الإعاز باعتقاله رغم أن الشرعية بنفسها هي معتقلة، لكن هي معتقلة اعتقال خمسة نجوم، اعتقال دبلوماسي وسيادي، يعني لا يقدروا يمارسوا سيادتهم في اليمن، حتى الذي ذهبوا إلى عدن من الحكومة محاصرين أحيانا في المعاشيق، ومكلف عليهم الحزام الأمني بمناوشتهم ومشاغلتهم وإعاقة أي تحركات لهم من قبل الإمارات. الإمارات الآن تحت العدن وتعبت فيها التحالف. المشكلة أن الآن المفهوم الخاطئ لدى الناس أن التحالف هذا جاء بالخير، واتضح لنا في الأخير رغم أنه أنا اتضح لي من البداية أنه للشر، لأنه مبين من تحركاتهم في المناطق التي فيها سواحل وموانئ وجزر ومطامع لمصالحهم. الآن قد قفزوا للمهرة، المهرة لا يوجد فيها حوثيين، قفزوا إلى سقطرة، سقطرة لا يوجد فيها حوثيين، هم يبحثون عن مطامعهم والناس مساكين يعني يصفقوا ولا هم عارفين بأي شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك وليد المجمر. هناك دقيقة بس، تفضل. هناك ازدواج، هنا في ازدواج خاطئ في المفاهيم والمبادئ. يعني عندما نتكلم عن حرية الفكر والتعبير نحن مخدوعين بكثير من مثلا التحالف انخدعنا فيه انه جاء للتحرير والشرعيه جاء في الاحتلال بالاصح وخذلان الشرعيه واهانتها. فاعتقد انه لابد من تصحيح هذه الاشياء ولابد من كشفها على 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 السطح لمعالجتها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك وليد المجمر الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من الولايات المتحدة. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، ربما تحدثت أنت عن القيادي في المقاومة الحميري، ويعني هذه وثيقة رفعها محافظ إبل نائب رئيس الرئيس علي محسن الأحمر، وقبل أسبوع أو 10 أيام تقريبا كان معنا ابنه هارون وتحدث بأنه لم تجدي هذه الوثيقة ولم يتم التعامل معها. الآن الوثيقة مرة أخرى فيها توجيه من نائب الرئيس إلى وزير الخارجية للاطلاع والتوجيه بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في المملكة. هل تتوقع يعني أن يتم التعامل مع هذه الوثيقة فعلا أو أنها مجرد إسكات للرأي العام؟ لا، أنا كما قلت لك الآن القضية الموضوع في اليمن اليوم لا توجد مؤسسات حقيقية، اليوم الوزراء أو المناصب التي يتم استحداثها وكل يوم نسمع فيها قرارات جمهورية بين الفين والأخرى هي في حقيقة الأمر من أشبه ما تكون بعناوين ديكورية لتوقيع بروتوكولات لتوقيع اتفاقيات، لكن القرار الحقيقي اليوم فيما يحدث في اليمن هي للجنة الخاصة. اليوم الحاكم الفعلي الذي يدير الشؤون اليمنية هو آل جابر، وبالتالي اليوم مهما رفعت المذكرات ومهما وجه نائب الرئيس ومهما وجه الرئيس ومهما ذهب وزير الخارجية اليمني إلى غير ذلك، ما لم تكون هنالك رؤية خاصة ومستقلة من اللجنة الخاصة بالإفراج عنه وبعدم الإفراج عنه. اليوم هؤلاء الناس حتى لا يذهبون إلى القضاء، حتى لا يحالون إلى النيابات، هؤلاء مواطنون
يمنيون ينتمون إلى دولة مستقلة ذات سيادة، من المفترض أن يتم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام القضاء اليمني. نعم. بهذه البساطة، وهذه بالتالي الحديث مع الجهات المعنية مع من؟ ما هي التهمة التي ارتكبوها على الأراضي السعودية؟ ما هي التهمة التي ارتكبوها ضد المملكة العربية السعودية؟ إذا كانت هنالك تهم متعلقة بما يسموها بالخيانة أو بالتعاون مع جماعة الحوثي، هنالك اليوم قضاء يمني بالإمكان أن يفعل هذا القضاء في مأرب، يفعل هذا القضاء في عدن، لكن لا يجوز للمملكة العربية السعودية مطلقا اعتقال اليمنيين، وعلى الحكومة اليمنية تعتبر مقصرة بموجب الدستور اليمني لأنها فرطت عن كرامة الإنسان اليمني وعن حقوقه، ولا يجوز لهذا اليمني أن يمثل إلا أمام القضاء اليمني، ليس إلا ما يتم اليوم هو عبارة عن اختطاف، عبارة عن اعتقال تعسفي، وأشبه ما يكون بسلوك العصابات، ليس إلا. لماذا لا نعلم عن مصيرهم؟ لماذا لا نعلم عن التهم الموجهة إليهم؟ وبالتالي هذا الأمر يجب أن يتحرك له النشطاء، لأنه للأسف الشديد كثير من النشطاء اليوم الواقعين أيضا في السعودية لا يستطيع أن يتكلموا، لكن يجب أن يصل هذا الصوت واضحا على أن كرامة اليمنيين، انتهاك السيادة اليمنية سواء في الأراضي أو لليمنيين خط أحمر لا يجوز السكوت عنها مهما كانت المبررات. نعم، هي يعني لو أتينا أستاذ توفيق، يعني ما هي المصلحة الحقيقية للسعودية من هذه الاعتقالات غير القانونية والتي قد يعني تضيف سوءا آخر لسجلها الحقيقي الذي ليس يعني لا ينقصه مثل هذه الاعتقالات؟ لا، هو الجواب عن السؤال ايضا بسؤال اخر، ما مصلحه السعوديه اليوم في فتح جبهات في شبوه، ما في 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 المهره، ما مصلحه السعوديه بفتح جبهات في سوق قطره، ما مصلحه السعوديه اليوم باتخاذ قرارات ضد اليمنيين اليوم في حاله الحرب وهم في المملكه العربيه السعوديه؟ السعوديه يبدو انها تائهه في اليمن، لا تريد ان تتخذ قرارات بحسب المعركه في نهب، لا تريد ان تتخذ قرارات في استقرار الاوضاع في جنوب اليمن، مهما قلنا عن الامارات سيظل العامل الفعلي ومحور الارتكاز في العملية الدائرة في اليمن هي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة برغم مكرها، برغم عبثها، إلا أنها في النهاية تابع للمملكة العربية السعودية. السؤال عن مصلحة السعودية يجب أن يوضع في الإطار الكلي. ما مصلحة السعودية اليوم من انتهاك هذه السياسة المتخبطة والعبثية داخل اليمن، والتي تضر بنا كيمنيين وتضر بها كسعودية؟ نعم. إذن يعني الغريب أستاذ توفيق أن أيضا هناك صمت غير مبرر للسلطة الشرعية، يعني يتم اعتقال من عملوا في المقاومة معها، يتم اعتقال إعلاميين كما تفضلت و يعني جابه الحوثي بكل ما يملكونه من أدواتهم الفنية، من منشوراتهم، من برامجهم، أيضا إعلاميون ربما يعيشون فترات طويلة في السعودية وليس لهم أي نشاط سياسي، فيعني لماذا هذا الصمت الذي أيضا يضيف نقطة سوداء في حق الجهات الحكومية والتي تعد مقصرة حسب الدستور كما تفضلت؟ أنا كما قلت اليوم لا توجد حكومة حقيقية، وما يوجد هي عبارة عن عناوين، وإذا وجدت حكومة اليوم بلا أظافر حقيقية بدون سلطة، لا يمكن نتحدث اليوم عن حكومة ونتحدث عن سلطة بدون أن تكون تمتلك أدوات إنفاذ القانون. ما أنا أعتقد أنه لو تم اعتقال رأس الحكومة في اليمن لن يتحدث أحد، لن يتحدث أحد مطلقا. اليوم نحن في حقيقة الأمر مختطفين، مختطفين كشعب، مختطفين كحكومة، مختطف حتى سيادتنا يريدون أن يختطفوها، وبالتالي نحن نعيش اليوم أمام إشكالية حقيقية. اليوم السعودية حتى أظهرت الحكومة اليمنية مهزوزة، أظهرتها ضعيفة. ما حدث في فبراير أو في يناير عام 2017، المواجهة التي حدثت بين الأحزمة الأمنية وقوة الحماية الرئيسية في عدن، كشف الأمر على الواضح. المملكة العربية السعودية لم تتحدث ولم تتحرك إلا بعد أن سقطت عدن بيد الأحزمة الأمنية، وبالتالي نتحدث عن أي حكومة اليوم؟ ماذا يمكن أن تقدم اليوم الحكومة؟ للأسف الشديد مهمتها بالدرجة الأساسية هو ضمان الراتب وضمان الوظيفة، ضمان توظيف الأهالي، ثم ضمان أن يكون لديها أحد الأبناء في أحد السفارات في الخارج. السعودية مستعدة أن تلبي كل هذه الاحتياجات مقابل التنازل عن القرار اليمني وعن السيادة اليمنية، هذا الذي يحدث باختصار. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم معنا هارون الحميري نجل المختطف في السجون السعودية. رشاد الحميري عبر الهاتف من تعز، مساء الخير أستاذ هارون. مساء النور أختي الكريمة.
أهلا بك هارون. أنت نجل القيادي في المقاومة المختطف لدى النظام السعودي، كنت معنا قبل فترة في قضية والدك، وأود أن أسألك ما هو الجديد؟ أختي الكريمة، لا يوجد أي جديد بشأن قضية والدي، وخاصة من بعد إصدار تلك المذكرة التي أصدرها الأخ المحافظ عبد الوهاب الوالي. أما أنا كنجل المعتقل فأحاول كل يوم وأنا أطرق أبواب الإعلاميين والمنظمات للوقوع إلى جانب قضية والدي، فهناك أيضا تكتم كبير من قبل بعض المنظمات والإعلاميين، ولم يستجب لنا من المنظمة والإعلاميين غير منظمة سامي الحقوق الرياضية وغير إعلام قناة بالقناة الفضائية، ونشكرهم أيضا على ذلك، علما بأن والدي لم يتصل حتى اللحظة من بعد ما أصدرت المذكرة التي اتصلت السلطات السعودية بالإفراج عن والدي. نعم المذكرة هارون اسمح لي، يعني المذكرة التي المذكرة التي يعني جاءت بطلب من المحافظ عبد الوهاب الوائلي، جاء فيها ايضا تعميم من او توجيه عفوا من علي محسن نائب الرئيس لوزير الخارجية، يعني وزير الخارجية المحترم للاطلاع والتوجيه بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في المملكة هنا. هل يعني هذا التوجيه قدم شيء، فادكم بشيء؟ نعم نائب الرئيس الجنرال عبد المحسن استجاب للمذكرة وابدى استغرابه من قضية اعتقال العقيد رشاد الحميري من قبل المملكة العربية السعودية، فكيف لها ان تعتقل قياديا في الشرعية ونحن راهية في خندق واحد نقاتل عدوا مشتركا؟ نعم يعني لم يؤثر هذا التوجيه ايجابا. اما الاخ وزير الخارجية الى الان لم تصل المذكرة اليه، والمذكرة تمشي ببطء شديد لأن نعم. هناك استهتار بهذه القضية من قبل الشرعية. نعم. ونحن نحمل لهم قضية هذا البطء. نعم، وليد تقريبا كم له والدك معتقل ذكرنا فقط؟ أو مختطف بمعنى أصح؟ هارون عفوا. والدي له سنة وتسعة أشهر خمس أسوار، والدي له سنة وتسعة أشهر خمس أسوار الظلم، وما هو سبب والدي لم يرتكب جرما ليضعه خلف هذه الاسوار؟ والدي كانت السبب الاولى مقارعة للظلم والفساد وميليشيات الحوثي، لكن نعم اذا الشرعيه يقتلون اكثر، واننا اولاد العقيد رشاد الحميري نتساءل كل يوم لماذا كل هذا الصمت تجاه قضيه والدي، ولماذا هذا الاستهتار؟ ومن المستفيد من بقاء خلف هذه الجدران والمعاناه؟ لكن مهما طال الزمن او قصر فسيكتشف الحقائق وستسقط الاقنعه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين ينقلبون. كان الله في عونكم أخ هارون، ونتمنى أن يفرج عن والدك قريبا. شكرا جزيلا لك هارون الحميري نجل المختطف في السجون السعودية رشاد الحميري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن سنة وتسعة أشهر أستاذ توفيق، والرجل مغيب دون أي تهمة حقيقية، دون أي يعني إساءة تذكر قام بها غير أنه كان قيادي في المقاومة. ولذلك أنا أقول لك يعني هذه الانتهاكات التي تتم في المملكة العربية السعودية ضد اليمنيين هي انتهاكات أولا يعني أنها مدانة، إلا أنها مستغربة، لأنه هؤلاء الناس يظلون مغيبون خلف القضبان وخلف السجون لمدة طويلة، لا يستطيع أهلهم زيارتهم، لا يزورهم محامين، لا يعرفون الناس تفاصيل هذه الأسباب اعتقالهم إلى غير ذلك. وبالتالي هنا تبدا تحدث الاشكاليات، والاشكاليه انه كل فتره ربما ما بين الفتره الألفين والاخرى يتم اكتشاف معتقلين ولديهم مدد طويله معتقلين، وهنالك جرائم اليوم جرائم مركبه، حتى اليوم هنالك تجنيد يتم خارج المؤسسه الامنيه والعسكريه اليمنيه لمدنيين يمنيين للقتال في الحد الجنوبي للمملكه العربيه السعوديه، وتحدث لهم انتهاكات كثيره بعد الاصابات بعد او يقتلون او يقدمون وقود لهذه المعركه. نحن نريد بحقيقه الامر ان تصحح العلاقه ما بين اليمن والمملكه العربيه السعوديه، ك يعني يقدر التعاون، لكن يجب ان يكون تعاون شركاء كتعاون اتباع. وبالتالي اذا كانت القضيه اننا اليوم اصبحنا تابعين للمملكه العربيه السعوديه ومن حقها ان تعتقل ما تريد وتغيب من تريد وتصفي من تريد، انا اعتقد ان هذا الامر انتهى، ويعني لا ادري كيف لن يقبل به اليمنيون طويلا. وبالتالي من مصلحه الطرفين ان تعاد تصحيح مسار هذه العلاقه
لصالح اليمن اليوم والمستقبل. ما لما نعتقد العلاقة هذه المهزوزة لن توصل إلى طريق وستخدم الحوثيين بدرجة أساسية وبصورة أكبر مما هي عليه الآن. نعم، إذن هناك معلومات أيضا تقول أن هناك جنود وضباط معتقلين لدى السعودية جاء بهم على أساس دورات تدريبية، وتفاجأوا أنهم أرسلوا للحدود للقتال نيابة عن السعوديين، لذلك بعضهم رفض وتم اعتقالهم. هل لديك أي معلومات حول أولئك؟ توجد لدينا معلومات لكنها غير موثقة بصورة دقيقة. اليوم هنالك نوع من العبث المخيف عندما يتم تتبع هذا الملف. هنالك سماسرة موجودون في تعز، هناك سماسرة موجودين في الوديعة، هنالك عمولات تدفع على كل رأس، وكأننا لا نتحدث عن مقاتلين وإنما نتحدث عن يعني مع احترامي للتعبير أشبه ما يكون بنعاج سيساقون إلى المحرقة. يعني عن كل مجند يمني يتم دفع ما يقارب من 2000 إلى 3000 ريال سعودي للسماسرة. أسماء السماسرة موجودة، هنالك سماسرة في تعز، هنالك سماسرة في الوديعة، يتم أخذ هؤلاء إلى معسكرات داخل الصحراء، هؤلاء يذهبون إلى الجنود، يعني غير غالبا يكون غير مقيدين في وزارة الدفاع السعودية كمقاتل وغير مقيدين في وزارة الدفاع اليمنية إلا في بعض الأحيان، وبالتالي هم يكون أشبه بمرتزقة، يفقدون حقوقهم، يفقدون امتيازاتهم، يفقدون أشياء كثيرة. أنا اليوم هذا العبث، يعني لماذا يتم كل هذا الأمر؟ أي يعني لماذا لا تتحرك الحكومة الشرعية؟ لماذا لا تتحرك وزارة الدفاع؟ إذا كان هنالك مقاتلين سيذهبون يجب أن يذهبوا بطريقة تنسيق واضحة. لماذا يرمى باليمنيون إلى هذه النار الطويلة بدون أي امتيازات، بدون أي حقوق، بدون أي ضمانات، بدون أي تأمين إلى غير ذلك؟ هذا أمر يعني والله أحيانا لا يصاب الإنسان بحيرة. كل شيء يجب أن يتم على حساب الدم اليمني، كل شيء يجب أن يتم على حساب هؤلاء الضعفاء والمساكين. الأغرب اليوم اليمنيين يذهبون، معلمون تركوا مدارسهم ويذهبون يقاتلون لأن الراتب مرتفع. الحالة الاقتصادية التي وصل إليها اليمنيون جعلت هذا الشعب يرمي بنفسه إلى أي مكان من أجل أن يعول أسرته أو من أجل أن يؤمن احتياجات هذه الأسرة. نحن اليوم نعيش حالة من الضياع، يجب أن تظهر كل هذه الحقائق، يجب أن يفتح الملف جيدا كما فتح ملف السجون السرية في جنوب اليمن، يجب أن يفتح ملفنا مع السعودية بصورة واضحة ويقدم إلى العالم ويعرف اليمنيين في الداخل واليمنيين في الخارج وتعرف المنظمات الدولية أيضا ماذا يدور اليمنيين. العلاقة مع السعودية مرحبا بها على أساس الشراكة، على أساس الندية، على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة بين الطرفين. نعم، إذا سؤال أخير أستاذ توفيق، يعني ربما هناك من يتساءل ألا يكفي السعودية أنها ضيقت على جميع المغتربين في أراضيها وتم طرد الكثير، يعني ربما مئات الآلاف من بسبب القوانين والإجراءات الصارمة التي لم تحترم فيها خصوصية البلد وأنها تخوض هي وهي حربا واحدة، فلما يتم التعامل بهذا الشكل ورغم أنها حرب مصيرية لكلا البلدين؟ هذا هو السؤال المحير، هذا المفروض تجيب عليه المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد هذه السياسة لا يمكن أن تتخذ في أي دولة من دول العالم في الحالة التي تعيشها اليمن والسعودية مطلقا. لا يمكن أن يقبل بما يحدث لليمنيين لا إنسانا ولا عرفا ولا سياسة. هنالك أناس فقدوا كثير من أموالهم، هنالك أناس فقدوا كثير من مستقبلهم بسبب السياسة التعسفية. يعني أنت اليوم تمتلك محل مجوهرات أو تمتلك محل جوارات وفجأة صدر قرار بأن هذه المهنة أصبحت مشعوذة، ليس لديك أي خيار إلا أن تتركها لأنه لا يمكن لأحد آخر أن يشتري هذا المحل أو هذه الأموال وهي أصبحت مشعوذة، ولم تنشأ السعودية صندوق أو ضمانة لشراء هذه الأموال أو أخذها من أهاليها من أصحابها بمقابل مجزي أو مربح للطرفين، لا، وبالتالي تترك اليمنيين. أنا أعتقد يعني ما أدري ما تقود السعودية تخوض حربا عسكرية مع الحوثيين على الأرض بالسلاح بعسكرية وتخوض حرب مع المدنيين والمساكين بسبب بمجموعة قوانين تسنها إدارة العمل داخل المملكة العربية السعودية ضد هؤلاء المساكين، والذي يستطيع أن يبقى في السعودية ويجمع أمواله يجمعها وآخر العام يسلمها للكفيل من أجل يجدد إقامته فيها. صحيح. حالة مأساوية لا تقل عما يعانيه اليمنيون في الداخل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.